المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة هو من أقدم المكاتب الإقليمية للمنظمات اللي موجودة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، صار لها تقريبا أكثر من 23 سنة. المنظمة موجودة من 1982، المكتب الإقليمي من بداية 2000. الحمد لله يعني كان في توجه كبير لدعم تطلعات حكومة الشارقة، تطلعات حكومة الإمارات بالتساوي مع رؤية المنظمة اللي هي حفظ كافة الإنجازات الثقافية، الإنجازات الفنية اللي داخلة في مجال العلوم. هذه الإنجازات كلها حاولنا نحن نعمل لها معايير معينة في المنظمة، من حيث أن نحن نرتقي بالمجتمعات ليس فقط في المنطقة هذه، إنما في دول العالم الإسلامي. المنظمة طبعا فيها أكثر من 54 دولة. المكتب الإقليمي يعني يغطي أكثر من 12 دولة، 13 دولة اللي هي من ضمنها دولة الإمارات ودول الخليج ودول الشام مع العراق. فالتوجه كبير، المسؤولية كبيرة على المكتب، هذا جانب. الجانب الآخر من الأمور اللي نحن نغطيها داخلين في مجال التعليم، كان في من خلال رفع كفاءة المعلمين والمدرسين ونظام التعليم في المجال المدرسي، وأيضا التعاون مع الطلاب والجامعات الموجودة في دولة الإمارات والمنطقة، من حيث البرامج، من حيث المؤتمرات اللي نقيمها فيما بينهم. المؤتمرات تكون علمية، مؤتمرات متخصصة. ندخل أيضا في مجال حفظ وصون التراث المادي والغير المادي في هذه الدول، وتوثيقها وعمل كافة المستلزمات الخاصة بتوثيق هذه المواقع التراثية، وأيضا الأمور المعنوية الخاصة بتراث الدول. فمهمة المنظمة، مهمة المكتب أن تعمل على معيار دولي يناسب التوجهات الدولية، وأيضا يساوي التوجهات الدولية في المنظمات الأخرى. من الأمور الأساسية اللي كانت في المكتب اللي هي استمراريته، التعاون بينه وبين المنظمة أو المقر الأم للمنظمة، من حيث استخراج البرامج أو الأنشطة اللازمة لعمل المكتب، من حيث البرامج النوعية والأوراق البحث اللي كانت تعمل من المكتب نفسه، أما كانت بحوث علمية من الخبراء الموجودين في المكتب في كافة المجالات. نتكلم نحن عن مجالات الثقافة بتنوعاتها ومجالات الأخرى، مجالات الفن، مجالات المسرح، التراث مثل ما قلنا، مجال النشر. هذه المجالات اللي هي تثري المجتمعات، مهمة المكتب أن هي تصيغها صياغة علمية تتوجه فيها مع توجهات المنظمة. هذا جانب. الجانب الآخر من الإنجازات اللي صارت في المكتب اعتمادات اللي للمواقع الأثرية والتراثية في دولة الإمارات في منظمة السيسكو نفسها، اللي هي تعتبر كقوائم تمهيدية أيضا ربما لقوائم اليونسكو أيضا، ففي تعاون وأيضا تثبيت لهذه الأمور. يعني طبعا المجالات هي تقريبا متقاربة، لكن كان الهدف الأساسي أن إثراء الثقافات اللي موجودة في دول العالم الإسلامي لكي تظهر لمنظمة اليونسكو. مثل ما قلنا هي توثيقها علميا وتاريخيا، إبرازها بكافة الأنواع، إما كانت إعلاميا، إما كانت أيضا من خلال المدارس والجهات التعليمية. التعاون راح يصل إلى مرحلة تكميلية بينه وبين اليونسكو، من ناحية مثل ما قلنا نحن ربما تكون قوائم تمهيدية لاعتماد رسمي دولي وعالمي. هذا جانب. الجانب الثاني في تبادل في موضوع الدراسات الأساسية. مثلا نحن نتكلم عن مؤشرات الثقافة في الدول الإسلامية،
الجهة المتخصصة أو الجهة ربما تكون معتمدة هي منظمة اليونسكو. فإذا طلب أو طلبت أيضا من اليونسكو هذه من قبل اليونسكو هذه المؤشرات، عملت دراسة موثقة من اليونسكو لكي تعتمد أيضا من قبل اليونسكو، وفي النهاية كانت الاعتمادات هذه أو النشر هذا كان موجود. طبعا المكتب نحن راح نستمر ونستكمل الإنجازات اللي كانت موجودة، لكن وضع استراتيجية سنوية للمكتب من حيث النظام الأساسي للمكتب، وضع جلب الخبراء والمهارات اللازمة والكفاءات اللازمة للمكتب، هذا جانب. الجانب الآخر جانب الأنشطة، جانب الفعاليات من حيث التعاون ودخول في شراكات مع مختلف الجهات، إما كانت جهات ثقافية، جهات حكومية أو اتحادية نتكلم فيها على في دولة الإمارات على سبيل المثال، جهات الغير حكومية أو الجهات أيضا الدولية اللي موجودة في الدول التي يغطيها المكتب، هذا جانب. الجانب الثاني هناك لجان وطنية ثقافية في الدول هذه، نحن ندخل فيها بشكل كبير معهم لإقامة البرامج، لإقامة الفعاليات، إما كانت فعاليات على أرض الواقع في هذه الدول أو جلب المستفيدين من هذه الدول إلى دولة الإمارات وعمل البرنامج الخاص بهم، إما كان في تخصصاتهم المعنية، ونحن نتحدث عن تخصصات كبيرة مثل ما قلنا هي مجال الثقافة داخل في معظم القطاعات، فإبرازها وأيضا العمل على أيضا دمجها في القطاعات الأخرى، هذه مسألة مهمة يجب على الكثير ندخل فيها في تفاهمات وتفاهم مع الجهات هذه. نحن إن شاء الله الاستراتيجية راح تعتمد قريبا بإذن الله. الفترة اللي كنا نحن فيها كإدارة للمكتب كانت فترة عمل بجهد كبير لصياغة هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية تعتمد على أهداف المنظمة الأساسية، نعمل بشكل متوازي جدا مع أهداف المنظمة، نعمل بشكل قوي مع الخبراء الموجودين أو الاستشاريين الموجودين في مجال الاستراتيجيات. الحمد لله كانت في صياغة كبيرة، استسقينا جزء كبير من أهداف المنظمة كي تطبق هنا. هناك أيضا توجهات أخرى من بعمل المكتب من خلال استغلال البيئة اللي موجودة في دولة الإمارات في كافة المجالات الأخرى، أما إذا كانت في مجال لنفترض مجال الفضاء، مجال التقنية والتكنولوجيا، المجالات الأخرى، مجال البرمجة أيضا، المجالات الأخرى التابعة في أيضا في العلوم الصحية، في العلوم الإنسانية، في موضوع التبادل الحضاري والثقافي بين الدول. الإمارات لها معايير كبيرة في هذا المجال، والحمد لله دخولنا في معهم في هذا الشيء وتطويره، وأيضا عمل نموذج لكي تستفيد منها الدول الأخرى، هذا شيء كبير من راح يكون من عمل المكتب بإذن الله. نحن راح أكيد نشتغل على موضوع مؤشرات الثقافة في الدول، أكيد راح يكون جزء كبير من مؤشرات الثقافة داخلة في مجال الاقتصاد. ربما كانت مؤشرات الثقافة يعني لا تدخل في مجال تقييم الاقتصاد الدول، لكن الآن ما شاء الله يعني دخلنا وشفنا أن المؤشر الثقافي مؤشر مهم في تقييم الدول الاقتصادية أيضا، فهذا الدمج لازم يكون موجود وإن شاء الله راح نشتغل عليه، هذا شيء أساسي. راح يصير إن شاء الله مثل ما تقول تحديث لهذه المؤشرات، لأن القفزات النوعية اللي صارت في دولة الإمارات والدول اللي موجودة في منطقة الخليج في هذا المجال يحتم علينا نحن نأتي بأرقام جديدة بعد. طبعا نحن استغلال الجامعات العلمية في دولة الإمارات هذا شيء مهم، جامعات الشارقة كلها ما شاء الله يعني مصنفة تصنيفات عالمية، مثلا جامعة الشارقة هي جامعة تعتبر الأولى على مستوى الإمارات
ولها يعني تصنيف كبير في على مستوى العالم، تصنيفها 200 تقريبا او 200 وحاجه على 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 العالم، هذا رقم جميل. الجامعه الامريكيه طبعا موجوده، كليات التقنيه، كان عندنا تواصل ايضا مع الجامعات الخاصه، ان كان عندنا اجتماع مع اكاديميه اتصالات لكي نستفيد من الخبرات الموجوده عندنا، نستفيد من البرامج المتخصصه في مجال التقنيه مثلا، واستقطاب الطلاب من كافة دول العالم الإسلامي كي يستفيدوا منها. الجامعة القاسمية تتشارك بشكل كبير مع توجهات المنظمة، فوجودهم معنا كشركاء هذا شيء أساسي. ننتقل إلى جانب آخر اللي هي الهيئات والدوائر الخاصة أو معنية بمجال الثقافة. نتكلم على ليس فقط على مستوى الإمارات، ولكن على مستوى مثلا الخليج والدول الأخرى التي يغطيها المكتب. راح يكون في تعاون كبير معهم، قامت برامج كبيرة معهم بإذن الله. الجانب الآخر والمهم التعاون مع الجهات الخاصة لكي نستفيد أولا من الخبرات الموجودة عندهم وما سوف يقدمونه للمكتب، والجانب الآخر إقامة برامج نوعية متخصصة في المجال اللي راح يفيد المكتب ويفيد ايضا المستفيدين من هذا المكتب ويفيد الجهه الخاصه بعد. انا بالنسبه لي حاليا العمل على الترويج للمكتب، الهدف من وجود هذه المكاتب او المنظمات الدوليه هذه شيء اساسي من اهداف المكتب هذا. فبتعاون الجهات الإعلامية، بتعاون الجهات المتخصصة في مجال الثقافة للترويج عن توجهات المكتب وتوجهات المنظمة، هذا شيء أساسي. راح نتعاون بشكل كبير إن شاء الله مع الجميع، مكان إعلام مقروء أو ورقي، مكان إعلام مرئي، أو أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. فتواجدكم معنا في الفعاليات، تواجدكم معنا في الأحداث سوف يثري المكتب من ناحية البرامج والنوعية وأيضا المحتوى، وأيضا سوف يخدم أهداف المكتب وتطلعات أيضا الحكومة. هذا شيء أساسي، هي ليست فقط للترويج، ولكن أيضا عندنا إنتاج كبير للمحتوى العلمي وأيضا المحتوى البحثي. سوف تكون لنا مشاركة بإذن الله في معرض شارقة الدولي للكتاب، هذا شيء مهم. هناك إنتاج كبير من قبل المنظمة، سوف نشارك أيضا مجموعة من الناشرين لنشر هذه الكتب وتوزيعها على مستوى العالم، هذا شيء مهم، أما كانت على في المكتبات أو أما على المنصات الرقمية، هذا جانب مهم. المشاركة أيضا في المعارض الأخرى العلمية، معارض مثل ما قلنا معارض أو المؤتمرات الخاصة بالفضاء بالتكنولوجيا. هناك شيء جميل عملناه حاليا مع جامعة الشارقة، سوف يتم إرسال طالب متخصص في مجال الفضاء إن شاء الله لمخيم تدريبي في تركيا سوف تقيمه المنظمة. اسم المخيم هذا كانسات، كان اللي هي علبة مثلا المشروب الغازي، سات اللي هي ساتلايت. فالفكرة فيها أن الطالب أو المشاركين سوف يطلقون إلى الفضاء مكوك فضائي بحجم علبة المشروب الغازي، وفي استقبال ورسال لكافة الإشارات اللي فيها سوف يدربون عليها بإذن الله، وسوف ترين هذا الإنجاز إن شاء الله من قبل أحد طلاب دولة الإمارات وموجود من جامعة الشارقة. فهذا إن شاء الله راح يكون في بداية أو في بداية يوليو بإذن الله، والمخيم هذا راح يستفيد منه عدد كبير من طلاب دول العالم. تم تحديد اسم الطالب وتمت الموافقة عليهم، والحمد لله هذا أحد الإنجازات الأولية من بدينا فيها المكتب. الحمد لله سيتم إنشاء موقع خاص بالمكتب، سوف يعرف بكافة التفاصيل اللازمة للمكتب اللي سوف يستفيد منها كافة الأشخاص المعنيين، أما كانوا إعلام، أما كانوا طلبة، أما كانوا باحثين، حتى أيضا
سوف نزيد محتوى الرقمي للمكتب والمنظمة في على كافة المنصات، هذا شيء أساسي. الموقع إن شاء الله راح يطلق بإذن الله في نهاية السنة بإذن الله، سوف يطلق مع إطلاق المبنى الجديد للمكتب. الحمد لله صاحب السمو مثل ما قلنا صاحب السمو أمر بمبنى خاص للمكتب الإقليمي، راح يكون إن شاء الله في المدينة الجامعية، لكن قريب من الجامعات الأخرى هي الجامعة القاسمية وكلية الأفق. فهذا شيء كبير سوف يضاف للمكتب، مهمة كبيرة للمكتب إن شاء الله تكون له توجهات أو تطلعات أخرى تخدم رؤية الشارقة ورؤية صاحب السمو في مجال الثقافة وأيضا رؤية المنظمة. نحن نفكر في شيء آخر اللي هو يمكن هذه الفكرة ما راح يعني نعرضها، لكن هي منصة الثقافة الإسلامية، هي منصة أو بورتل راح نضم كافة المعلومات وكافة الأبحاث وأيضا كافة الأمور التاريخية اللي خاصة بالثقافة الإسلامية في مكان واحد، وتكون مرجع للجميع إن شاء الله شاملة الأعضاء كلهم، لأن هي في النهاية منصة للكل يعني.